أحسن الله إليكم. امرأة تقول: إنني أواجه مشكلة عصرية كانت سببا في ترددي في الذهاب مع الأهل للمناسبات وحفلات الزواج، وذلك لأنني أرى في الأماكن الخاصة في النساء أشياء لا ترضي العقل ولا الضمير ولا الشرع، وأتألم لما أرى من طريقة لبسهن، ولكن مشكلتي عدم الجرأة على مواجهتهن ونصحهن. وعندما أطلب من أهلي السماح لي بعدم الذهاب لخوفي من الإثم، تغضب الوالدة لرغبتها في خروجي معهن، فماذا أعمل؟ هل علي إثم في عدم نصحهن؟ وهل يلزمني أن أطيع والدتي في الخروج أم عليها أن تسمح لي بالبقاء في البيت؟ هذا سؤال الأخت نوال الدوسري. إذا كان الحفل فيه منكرات ومعاصي ومخالفات شرعية فلا يجوز الحضور إلا لمن يقدر على الإنكار وإزالة المنكر، أما من لا يقدر على الإنكار أو ينكر لكن لا يعمل بقوله فهذا لا يجوز له الذهاب إلى ذلك الحفل ولا حضوره، لأنه يكون شريكا في الإثم. فعلى هذه البنت أن تبقى في البيت ولو غضبت أمها، لأن ذهابها مع أمها إلى الحفل معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالأم هي المخطئة وهي العاصية في هذا الأمر، فلا يجوز لها أن تطيعها. نعم. أحسن الله إليكم. فإن قيل شيخ إن عدم خروجها يجعلها انطوائية ويصرف الخطاب عنها، هل هذا صحيح؟ ما يضر هذا، بل هذا يرغب الخطاب فيها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.